السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطفالي الحلوين، أولياء الأمور الغاليين، إزايكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معادنا مع تكملة سلسلة تأسيس الأطفال للغة العربية. هنكمل أشكال الحروف، وهناخد جزء من الحروف المفتوحة، وهناخد الحروف الشقية. نبدأ بسم الله. وقبل ما أبدأ بدعوكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حرف خدناه يا ولاد كان حرف الضاد، حرف الضاد. بعد كده حرف الطاء. حرف الطاء هنعمله كده، اول الكلمه يا ولاد بيبقى شكله كده نايم على السطر، خلاص. طيب وسط الكلمه واخر الكلمه بيبقى شكله كده، يبقى حرف الطاء في اول الكلمه بيبقى شكله كده نايم على السطر، وفي وسط وفي اخر الكلمه هنلاقي فيه اخوه ماسكه ايه في ايده، او في ايد ماسكاه قبليه، يبقى في نشرت قبليه، لكن اخر يعني في الاخر كده ما فيش اي حاجه خالص ايه جنبيه. طب حرف الظاء بيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده زي الطاء بالظبط، ونيجي في وسط واخر الكلمه هيبقى شكله عامل كده. طيب بعد كده حرف العين، حرف العين هيبقى نايم كده، وبعد كده في وسط الكلمه هيبقى فارد دراعه كده، وفي اخر الكلمه هيصحصح. احنا على طول بنقول للاولاد ان الحرف في اول الكلمه بيفضل نايم لغايه وسط الكلمه برضو نايم، وبيصحى في اخر الكلمه، خلاص. يبقى هو في اول الكلمه نايم، وفي وسط الكلمه نايم، وفي اخر الكلمه بيصحى. اما يكون مثلا بكرش كده زي العين والغين والجيم والحاء والخاء، هتلاقيهم ايه نهايتهم كده، يعني ادي الجيم اهو، وادي الحاء، وادي الخاء، وادي حرف العين، وادي حرف الغين، هتلاقيهم ايه كلهم بكرش كده مدور، خلاص. لا اما هتلاقيه شكله زي ايه زي ما هو، لا اما هيتقفل ايه زي مثلا حرف التاء، هنلاقيه مقفول مثلا كده وبيرجع زي ايه ما هو كده مقفول، خلاص. او حرف الساء هنلاقيه مقفول، او حرف الباء هنلاقيه اتقفل خلاص. لإما يبقى شكله زي ما هو زي حرف الطاء اهو، بصي نهايته هتلاقيه لو بصيت لها كده هتلاقيها ان هو ايه زي شكل حرف الايه الطاء في اخر في اول الكلمه، خلاص. يبقى احنا قلنا كده شكل الحروف بيبقى عامل ازاي في اول الكلمه غير وسط الكلمه غير اخر الايه الكلمه، خلاص يا اولاد. طيب بعد كده بعد حرف الايه العين بناخد حرف الغين. حرف الغين بيبقى عامل ازاي؟ زي العين، ايوه زيه، هنعمله كده، ادي الغين اهو زي العين بالظبط، هيبقى نايم، وفي وسط الكلمه برده نايم، وفي اخر الكلمه هيطلع له ايه اهو الكرش بتاعه الكبير ده زي الجيم والحاء والخاء والعين، خلاص. نيجي لحرف الفاء، عين غين فاء، الفاء اهو نايم، وفي وسط الكلمه برده نايم، وفي اخر الكلمه هنلاقيه ايه اتقفل، خلاص زي حرف الباء والتاء والساء. بعد الفاء في قاف، القاف برضو نايم، وفي وسط الكلمة نايم بس عنده ايه ايه ايد ماسكة من هنا ومن هنا، وفي اخر الكلمة هيبقى زي ما هو بس في ايد ماسكة من ايه من هنا. واخر حاجة حرف الايه حرف لا الكاف واللام، فاء وقاف وكاف. الكاف بقى شكله مختلف، احنا عارفين حرف الكاف بطبيعة الحال شكله عامل كده يا ولاد، لكن احنا لما نيجي نكتبه في اول الكلمة مش هنكتبه كده، لا هنكتبه كده، هيبقى عامل كده شرطة ونطلع لفوق وندخل كده ايه ناحية اليمين. ادي الكاف في اول الكلمة، الكاف في وسط الكلمة نعمل شرطة ونطلع لفوق وندخل لجوه. وفي اولاد بيكتبوا حرف الكاف زي العين كده، انا مش عايزاهم يكتبوه زي كده زي العين والغين، لا انا عايزاهم يكتبوا كده، يبقى طالع لفوق وداخل كده ايه لجوه. بعد كده حرف الكاف هيبقى كده، واحنا عارفين وقلنا قبل كده ان حرف الكاف يا ولاد بيبقى على السطر، بيبقى على ايه على السطر، مش هينزل تحت السطر، خلاص. يبقى ده الكاف اول الكلمه، الكاف وسط الكلمه، الكاف في اخر الايه الكلمه. طب حرف اللام يا ولاد، حرف اللام في اول الكلمه بيبقى نايم كده، طب في وسط الكلمه هتلاقيه معمول كده ونرفع لفوق شويه عشان ما نقولش ده دلال، وفي اخر الكلمه حرف اللام هيبقى فيه هنا حد ماسكه لكن هنا في الاخر نازل تحت السطر، مش هيبقى نايم على السطر زي حرف الكاف كده. يبقى ده غين وفاء وقاف وكاف ولام، خلاص يا ولاد. طيب يبقى احنا كده واخدين لغايه حرف اللام بالنسبه لاشكال الحروف، انا مش هديها كلها لغايه ما نخلص، لا
كل حصه هناخد جزء لغايه ما نخلصهم علشان ما يبقاش كتير ايه عليكم. طيب بعد كده هناخد ايه يا اولاد؟ هناخد الايه التدريب كده بسيط على الحروف اللي احنا خدناها اللي هي ايه اشكال الحروف. نقول مثلا هنا ايه، ضع دائره حول حرف الطاء. هنكتب كلمات يا اولاد فيها حرف الطاء ونقول حط دايره حوالين حرف الطاء باشكاله. احنا واخدين شكلين لحرف الطاء، حرف الطاء في اول الكلمه وحرف الطاء في وسط او اخر الكلمه. فمثلا كلمه زي كلمه طائر ونعمل دائره طبعا على الطاء، ومطر وبط، يبقى طائر ومطر وبط. فين حرف الطاء هنا؟ ونخلي الولد هو اللي يقول لنا حرف الطاء فين هنا. اهو شاطر يا حبيبي، ونعمل دائره كده ايه عليه. طب هنا فين الطاء؟ اهو. طب هنا فين الطاء؟ اهو. لاحظنا هنا ان حرف الطاء في اول الكلمه اهو شكله، بص عامل ازاي، لكن في وسط الكلمه في ايه، في شرطه قبليه اللي هو الحرف اللي قبليه، وفي اخر الكلمه برضو شكله عامل زي حرف الطاء في ايه، في وسط الكلمه. خلاص. طيب نيجي بعد كده حرف العين، ضع دائره حوالين حرف العين. واخدين ثلاث اشكال لحرف العين، عين في اول الكلمه في وسط الكلمه وفي اخر الكلمه كده. خلاص. هنكتب الكلمات عسل، جماعه، شعر. تعالى يا حبيبي ايه، نعمل دائره حوالين حرف العين في الكلمات دي. فين حرف العين؟ هنا اهو شكله اهو في اول الكلمه. طب هنا، هنا في عين؟ اه. فين؟ في اخر الكلمه اهو. طب فين حرف العين؟ هنا اهو في وسط الكلمه. يبقى خدناه في اول الكلمه وفي اخر الكلمه وفي وسط الايه الكلمه. التدريب ده حلو ليه يا اولاد؟ التدريب ده بيعلمنا شكل الحرف عامل ازاي، لان قلنا فيه حروف بيتغير شكلها من اول لوسط لاخر الايه الكلمه. تعالوا نشوف حرف الفاء. حرف الفاء بيبقى في اول الكلمه كده، وسط الكلمه كده، واخر الكلمه كده. هناخد كلمات قفل، صف، فيل. قفل، صف، فيل. فين حرف الفاء هنا يا ولاد؟ اهو. ما نتلخبطش، حرف الفاء فوقيه نقطه واحده لكن القاف نقطتين. طب فين حرف الفاء هنا؟ اهو في اخر الكلمه. فين الفاء هنا؟ اهو في اول الكلمه. لاقيين هنا الفاء في اول الكلمه حرف عادي، الفاء العادي ونايم، وفي وسط الكلمه برضو نايم بس شابك حرف قبليه وحرف بعديه، لكن في اخر الكلمه شابك حرف بس قبليه وبعديه مفيش اي حاجه، ومقفول وحرف مقفول عادي نهايته عاديه زي الحرف الفاء العاديه. طب نيجي بعد كده هناخد حاجه عن حرف ايه، الكاف. احنا قلنا حرف الكاف بطبيعه الحال شكله عامل كده، لكن لما نيجي ناخده في اشكال الحروف هنعرف ان في اول الكلمه شكله كده طبعا مختلف من هنا لهنا، وفي وسط الكلمه شكله عامل كده، وفي اخر الكلمه بنعمل حرف الكاف العادي بس بيبقى فيه ايه، ايد ماسكاه من هنا. خلاص. يبقى هو شكله مختلف هنا وهنا. لو ما كناش نعرف اشكال الحروف ما كناش هنعرف ان ده حرف الايه، الكاف. يبقى مثلا كلمات زي كلمه كلب، سكر، سمك، ونقول له حط ايه، دائره حوالين حرف الكاف. فين الكاف؟ هنا اهو. فين الكاف؟ اهو. فين الكاف؟ اهو. خلاص يا حبايبي، يبقى كده عرفنا حرف الكاف شكله عامل ازاي في اول وفي وسط وفي اخر الكلمه. نكمل، نكمل. الحرف الاخير اللي احنا هناخده في الدائره حرف اللام. حرف اللام شكله كده بالطبيعي، في اول الكلمه بيبقى شكله كده نايم، وفي وسط الكلمه نايم برده وفارد دراعه من هنا ومن هنا، وفي اخر الكلمه بنعمل شرطه وبننزل تحت الايه، تحت السطر كده. هنكتب كلمات زي كلمة ايه، ليمون، زي كلمة ملح، وزي كلمة نمل. ليمون، ملح، نمل. هنقول للطفل حط دائرة حوالين حرف اللام. فين اللام هنا يا حبيبي؟ اهو. طب هنا فين اللام؟ اهو في وسط الكلمة. وفين اللام هنا؟ في اخر الكلمة. طبعا التدريبات دي يا حبيبي بتخليكوا شطار جدا في الاملاء، يعني هساعدكم في الاملاء جدا جدا جدا، وهيبقى سهل عليكم ان انتوا تملوا اي ايه، اي كلمه لما تاخدوها. طيب هناخد تدريب تاني يا حبايبي، هو هو ايه، وصل حرف العين، حرف الفاء، حرف الكاف. وهنعمله هنا
اشكال للحروف بتاعت الايه اللي احنا كاتبينها دي، ونقول له ايه وصل. طبعا ابننا شاطر او بنتنا شاطره واخدين الحروف ديت وهيعرف يوصل بسرعه جدا. حرف العين هنا نقول له فين هنا اشكال او اخوات حرف العين؟ اهو يبقى نوصل. شاطر حبيبي. الفاء فين؟ اهو يبقى نوصله على طول. الكاف فين؟ اهو هنوصله ايه؟ هنوصله على طول. خلاص يبقى احنا كده وصلنا كل حرف باخواته او باشكاله عامله ازاي. طيب في تدريب تاني، التدريبات دي كلها والله بتخلي الطفل ذكاؤه كويس وشاطر وبيستوعب اي ايه كلمه بعد كده يقراها لو مشينا واحده واحده بالطريقه اللي انا مديها لكم دي. وصل. طبق. عمل. فيل. كتاب. وهنعمل الناحيه الثانيه الحرف في اول الكلمه، كاف وفاء وطاء وعين، وهنعمل دائره عليهم. فين حرف الطاء هنا يا ولاد؟ اهو اللي هو في اول الكلمه هنوصله كده. فين حرف العين؟ اهو. حرف الفاء اهو. حرف الكاف اهو. يبقى احنا كده وصلنا كل حرف شكله عامل ازاي في الكلمة بالحرف الايه الاولاني منه. طيب ناخد تدريب تاني. ناخد دلوقتي حبايبة هنتكلم على حاجة تانية وهي ايه؟ الحروف الشائية. ايه هي الحروف الشائية دي؟ تعالوا ناخدها. الحروف الشائية. ايه الشائية دي؟ اول حرف من الحروف الشائية هو حرف الالف، وتاني حرف حرف الدال، والذال والراء والذاي والواو. كم حرف دول من الحروف الشائية؟ حرف كم حرف دول؟ كم حرف؟ ست حروف. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الحروف الشائية دي يعني ليه سموها شائية أو الرافسة؟ ليه؟ لأن هي بتشبك مع الحرف اللي قبليها، لكن الحرف اللي بعديها ما بترضاش تمسك في أي حرف بعديها. لا أنا همسك في اللي قبليها، لكن اللي بعديها إيه؟ ما بنمسكش فيه. يبقى دي حروف بتمسك مع الحرف اللي قبليها، لكن الحرف اللي وراها ما بتمسكش فيه. طب تعالوا نشوف أمثلة ليها، بس قبل ما ممسحها هنكتب نقراهم تاني. حرف الألف، حرف الدال، حرف الذال، حرف الراء، حرف الزاي، وحرف الواو. دي اسمها الحروف الايه؟ الحروف الشائية. تعالوا ناخد كلمات عليها. هناخد كلمات عليها عشان بس نوضحها. كلمة زي كلمة ايه؟ سا آ لا. سا آ لا. سألا. خلاص؟ كلمة سألة هنلاقي ان حرف الألف اللي هو في وسط الكلمة هنا هنلاقيه شابك في الحرف اللي قبليه، لكن في اللي بعديه اللام شابك فيه؟ لا. يبقى حرف الألف هنا من الحروف الايه؟ الشائية، اللي بيشبك فيه اللي قبليه لكن اللي بعديه لا. تعالوا نشوف الكلمة التانية. مدرسة. 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 كلمة مدرسة ديت هنلاقي إن حرف الدال هنا شابك مع الحرف اللي قبليه، شابك مع اللي بعديه؟ لا. يبقى حرف الدال من الحروف الشائية، اللي بتشبك مع اللي قبليها لكن اللي بعديها لا. بزرة. بزرة. كلمة بذرة هنلاقي إن حرف الذال هنا شابك مع الحرف اللي قبليه لكن اللي بعديه شابك فيه؟ لا. يبقى ده حرف الذال من الحروف الإيه؟ الشائية. يبقى سألة، مدرسة، بذرة، هنلاقي إن حرف الألف والدال والذال دي حروف شائية بتشبك مع الحرف اللي قبليها لكن اللي بعديها رافصة وإيه ورافصة وإيه وما بتشبكش معاهم خالص. نكمل بقية الحروف الشائية بكلمات ليهم. نكمل. كلمة زي كلمة مروحة. مروحة هنلاقي ان حرف الراء هنا شابك مع حرف الميم اللي قبليه لكن مش شابك في الحرف اللي بعديه، يبقى حرف الراء من الحروف الايه؟ الشائية. كلمة عزيز. عزيز. كلمة عزيز هنلاقي ان حرف الزين او الزاي شابك مع الحرف اللي قبليه اللي بعديه لا، وبرده في نفس الحكايه في اخر الكلمه اهو شابك مع اللي ايه اللي قبليه. يبقى حرف ازاي برده هنلاقيه ان هو حرف من حروف الايه الشائيه. اخر حرف هو حرف الايه؟ حرف
الواو فول نور. هنلاقي ان حرف الواو شابك مع الحرف اللي قبليه، لكن اللي بعديه ايه؟ لا، يبقى حرف الواو برضو من الحروف الايه؟ الشائيه. يبقى عندنا الحروف الشائيه بتشبك مع الحرف اللي قبليها، لكن اللي بعديها ترفصها وما بتبقاش عايزه تشبك ايه فيها، اللي هي حرف الالف والدال والذال والراء والذاي والايه والواو. خلاص. طيب احنا خدنا الحروف المفتوحه اخر مره لغايه حرف الضاد. خلاص، هناخد النهارده باقي الحروف الايه، باقي الحروف المفتوحه جزء منها برضو مش كلها. طاء فتحه طا، وبرضو شكله كده في اخر الكلمه ووسط الكلمه. ظا فتحه ظا، عين فتحه عا، غين فتحه غا غا غ، فاء فتحة فاء فاء فاء، قاف فتحة قا قا قا، كاف اللي احنا عارفينها الفتحة كده نقول كاف فتحة كا كا، ك. يبقى ده حرف الكاف، كاف فتحه كا كا كا. لام فتحه لا لا لا. يبقى دي الحروف المفتوحه من اول حرف الطاء لحرف اللا. طا ظا ع غ ف ق ك لا. دي الحروف المفتوحه لغايه ما احنا واخدين في اشكال الحروف لغايه حرف الايه؟ اللام. طب هناخد كلمات عليهم يا حبايبي، يلا بينا. الكلمة دي اسمها ايه؟ اسمها زارا. احنا قلنا هناخد اول حرفين نشبكهم مع بعض ونشبك فيهم التالت على طول. زا زارا زارا ع زارا ع. يبقى زي فتحة زا، را فتحة را، عين فتحة ع، زارا زارا ع زرع. كلمة تانية، آكا 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 لا، على طول نشبكها فيها. راكا 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 ع ركعة. رافع 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 رفع. برا 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 برع. شارا شارا شارح شرح. عارا عارا عرافة عرفة. غارا غارا غراسة غرسة. تعالوا نقراهم تاني مع بعض. زرع اكل راكع رافع براع شراح عرافة غراسة. وهنشبق يعني نقسمهم للأطفال واحدة واحدة، نقول له اقرأ كل حرف لوحده بالفتحة، وبعد كده هنقول له اشبك أول حرف مع تاني حرف، وبعد كده تالت حاجة يشبك لي التلاتة مع بعض. مش هنقول له اقرأ مرة واحدة قول لي الكلمة دي على طول، لا طبعا، هو لسه في الأول بيتعلم القراية، فواحدة واحدة ايه عليه لغاية ما تلاقوه لوحده هو عارف يقرأ ايه أي كلمة. طيب هناخد تدريبات على الكلمات الحلوة اللي احنا خدناها دي، تدريبات برضو هتخلينا ايه نعرف نقراها كويس. زي كلمة تدريب ايه؟ حل زارع. زرع هنلاقيه مكون، الكلمة دي مكونة من تلات ايه حروف، حرف الزاي وحرف الراء وحرف العين، وهنحط فتحات عليهم. خلاص، يبقى هي مكونة من تلات حروف، هنخلي كل حرف في ايه في بيت بتاعه. راكع برضو كلمة ركع، هنلاقي ان حرف الراء لوحده في بيت
والكاف لوحده في بيت، والعين لوحده ايه في بيت، وهنعمل ايه فتحات عليهم. براعي برضو حرف الباء لوحدها في بيت، والراء لوحدها في بيت تاني، والعين لوحدها في بيت لوحدها. خلاص يبقى كلمة زرع رقع برع حللناها، يعني خلينا كل حرف ايه في الكلمة ديت لوحده. خلاص طيب في تدريب تاني عكس التدريب ده، وهو ايه؟ وهو ان هو يجيب لك الحروف مفككة وانت تدمجها. يعني ازاي يا حبيبي؟ تعالوا نشوف. ادمج الحروف وكون كلمة. هنجمع الحروف نلزقها ببعضها ونكون كلمة. زي كلمة ايه؟ الحروف اللي قدامنا دي ألف وكاف ولام. ممكن يعملها لك كده أو يكتبها لك كده، ألف كاف لام، لا كده لا كده. معروفة إن برضو إيه الحرف هنعرفه يعني إزاي، بس في البداية خلاها كده علشان يعرف إن هو إيه يتمكن الأول من التدريب. الحروف ديت كده أهو عندنا حروف الكلمة دي، هندمجهم في بعضهم. يعني إيه؟ يعني هنكونها كلمة. هنعمل الألف والكاف، عارفين إنه في إيه نعمله كده لما نيجي نشبكه في الكلمة. وهنعمل بعد كده حرف اللام، يبقى كلمة إيه دي يا ولاد؟ أكلا أكلا. خلاص أكلا أكلا، وهنحط هنا إيه فتحات طبعا على الحروف دي. طيب نيجي بعد كده كلمة تانية حروفها مفككة، تعالوا بقى ندمجها. شا نلزق فيها الراء، بعد كده نحط حرف الحاء. شراحة شراحة، هيجي ولد يقول طب ما نشبكش الحاء ليه في الراء؟ احنا قلنا ان الراء دي من الحروف الايه، من الحروف الشقية اللي ما بتلزقش وراها ايه حرف، ما فيش حرف بيلزق فيها وراها. قبليها ماشي، لكن بعديها ايه لا. شراحة برضو كلمة تانية، هنلاقي حروفها راء وفاء وعين. تعالوا نلزقهم في بعض يا ولاد، راء فاء عين رفع عين. خلاص يبقى احنا خدنا الحروف دي دمجناها زي حرف ايه الالف والكاف واللام، بقت اكلة شراحة شراحة رافعة رفعة. خلاص ده تدريب يخلينا ازاي ندمج الحروف عشان نكون كلمة صغيرة كده ايه بالفتحة. وصل اكلة براعة شراحة ح غراسة. ونيجي الناحية التانية نفس الكلمات. التدريب ده هيعرفنا ازاي نشوف شكل الكلمة خلاص، وايه ونتأكد من ايه من حروفها كويس جدا. اكلة فين اكلة يا ولاد اللي زيها بالظبط؟ هندور على اكلة اللي زيها ونوصلها. برع فين برع؟ اهو نوصلها. شاطر حبيبي. شرحة فين شرحة؟ اهو. غرسة فين غرسة؟ اهو. خلاص تدريب سهل وبسيط، واحنا خدناه على الحروف فبناخده برضو على الايه على الكلمات. هناخد تدريب تاني وهو ايه يا ولاد؟ يلا بينا ناخد نكمل بقية تدريباتنا الحلوة. اكمل الحرف الناقص مستخدما الحروف الآتية. جايب لك حروف وبيقول لك كمل بيها الحرف الناقص. ايه الحروف دي؟ عندك هنا حرف الزاي او الزاي والراء والحاء او الحاء والسين، ويجيب لك كلمات ويقول لك اكتب الحرف الايه النقص. تعالوا نشوف نقط. راء وعين كاف وعين شارا نقط غيرا نقط. تعالوا نكمل بقى الحرف الناقص. تعالوا هنعملها ازاي؟ هناخد كل حرف ونحطه مع الكلمة ونجرب ونشوف الكلمة دي قراءتها صح ولا غلط. نيجي حرف الزاي زراعة، يبقى ايوه فعلا حرف الزاي هنا هنحطه يبقى زراعة، ونشطب على الحرف اللي احنا خدناه. نيجي بعد كده الكلمة اللي وراها شرارة، لا طبعا شراحة، ايوه شرحة. نبقى ناخد حرف الحاء ونروح كاتبينها هنا يبقى شراحة. نيجي اللي بعديها راكعة، ايوه هي حرف اللي هناخده راكعة ركعة. نيجي اخر حاجة اللي هي باقية غرسة، يبقى غرسة. عرفنا ازاي بنعمل التدريب ده يا ولاد؟ يبقى انت بتاخد كل حرف وتجربه وتقراه، لو لقيته هو الكلمة هي فعلا صح يبقى ده الحرف ايه بتاعها الناقص. خلاص طيب بعد كده هناخد
تدريب تاني جميل، وهو كون كلمات. احنا خدنا في تدريب ادمج الحروف وكون كلمة، الحروف جنب بعضها مترتبة بتاعت الكلمة، لكن كون كلمات دي انا بقول للولاد ده عامل زي الراجل المجنون. الراجل المجنون مش عارف يكون الكلمة كده مع نفسه كده، واحنا ايه عايزين نكونها؟ عامل لك الحروف متشقلبة ومش مش في مكانها، زي حرف اللام، ادي الكاف، ادي اللام. لما نيجي ننطقها هنا لك اه، وفي كلمة اسمها لك اه، لا هنيجي بقى نرتبها. فين الحرف اللي في اول الكلمة؟ حرف الالف، هنكتب الالف. فين الحرف اللي في أو في وسط الكلمة أو اللي هنشبك فيه؟ الكاف. وفي آخر الكلمة في حرف اللام، يبقى كلمة إيه؟ آكل، أكل. خلاص نيجي ناخد كلمة تانية، فاء وراء وعين. فين الحرف اللي في أول الكلمة؟ العين. وفي وسط الكلمة فين إيه؟ الراء. وفي آخر الكلمة الفاء، يبقى عرفة، عرفة. ممكن يجيبها لك حروف عادية، مش زي اللي أنا عاملها لك كده بأشكال الحروف، ممكن يكتب لك العين بشكلها العادي الطبيعي، زي مثلا اهو الراء والشين والحاء، يعملها لك كده مش يكتبها لك كده. ممكن يكتبها لك بالشكل ده مش بالشكل ده. طبعا احنا برضو هنعرفها، برضو هنعمل زي ما قلت لك كده، كون كلمات كده الحروف كده الزقها في بعضها وشوف هيبقى صح ولا لا. رشاحة، شراحة، أيوة شرحة، ح شراء، لا شراحة. ولو بالطريقة دي برضو هتبقى سهلة بالنسبة لك، لأن تكتب إيه؟ حرف الشين في أول الكلمة، والراء في وسط الكلمة، والحاء في الآخر، تبقى كلمة شراحة. فهمنا عملنا إزاي يا ولاد تكوين الكلمة؟ سهلة قوي وبسيطة. وعلى فكرة الحروف المفتوحة دي هي اللي بتعرفك إزاي تعرف تقرأ في بداية القراءة بتاعتك. هيبقى سهل بعد كده تاخد الكسر والضم والمدود، وهتبقى يعني شاطر جدا في القراءه. تعالوا نكمل يا ولاد. ضع دائره حول الكلمه المختلفه. ضع دائره حول الكلمه المختلفه. تعالوا نحط دائره حوالين الكلمه المختلفه. عندنا كلمه ركع، رفع، ركع، غرس، عرف، غرس، زرع، زرع، أكل. هنبص يا ولاد على الكلمة المختلفة ونعمل دورية حواليها. ركع، رفع، ركع، في اتنين شكل بعضهم، الكلمة مختلفة ما بينهم اللي هي رفع، نحط دائرة عليها. غرس، عرف، غرس، لا الكلمة مختلفة، عرف. زرع، زرع، أكل، اتنين شكل بعضهم والكلمة المختلفة اللي هي كلمة ايه؟ أكل. يبقى دي دائرة حوالين الكلمة المختلفة، بنحط دائرة حوالين الكلمة الايه؟ المختلفة اللي مش شكلهم. بعد كده هناخد ايه؟ تدريب اللي هو اكتب اشكال الحروف الاتية. هناخد له مثلا كم حرف كده من القديم والجديد، ونقول له اكتب لي ايه شكل الحرف. الحرف الطاء عندنا اتنين شكلين ليه، وحرف الكاف عندنا تلات اشكال ليه، وحرف مثلا الجيم عندنا تلات اشكال ليه، ونقول له اكتب يا حبيبي كده ايه شكل الحروف عامله ازاي. طيب ابني حبيبي شاطر ولا بنتي حبيبتي شاطره وهتعرف تكتبهم. حرف الطاء يا ماما في اول الكلمه كده، وفي وسط الكلمه او في اخر الكلمه بيبقى عامل كده. طب حرف الكاف يا ماما بيبقى كده شكله في اول الكلمه، وكده في وسط الكلمه، وكده في اخر الكلمه. طب حرف الجيم يا ماما بيبقى في اول الكلمه كده، وفي وسط الكلمه بيبقى شكله كده، وفي اخر الكلمه بيبقى شكله كده. احنا قلنا زي ما قلنا قبل كده ان الحروف اشكال الحروف بيبقى اول الكلمه وفي وسط الكلمه نايمين الحروف، وبعد كده في الاخر لا اما بيبقى بنقفل الحرف زي ما احنا عارفين كتابته عامله ازاي، لا اما كما هو لا في حروف معينه، لا اما بيكون الحرف بايه ببطن او بكرش زي ايه زي الحروف اللي احنا عاملينها دي، زي حرف الجيم والعين الغين الحاء الخاء الحروف دي. طيب اخر تدريب هناخده يا ولاد وعشان نخلص حلقة النهاردة، وهو اكتب الحرف التالي المفتوح. احنا واخدين حروف مفتوحة ووصلنا لغاية حرف اللام، هنكمل المرة الجاية لغاية اخر حرف. حرف السين، سا، ع، فا، قا.
نكتب بقى الحرف اللي وراه. سا شا عا غ فا قا قا ك. خلاص يبقى كده كتبنا الحروف اللي ايه اللي بعديها، سا شا عا غ فا قا قا ك. بكده يكون حلقة النهاردة خلصت، يا رب أكون أفدتكم وقدرت أوصل لكم المعلومة وقدرت أبسط لكم إزاي تعلموا الأولاد بطريقة سهلة إن هم يقروا وإن هم ياخدوا تدريبات تشغل عقلهم. يا رب حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من دروسنا وقصصنا ومواضيعنا الخاصة بأطفالنا الحلوين. والسلام عليكم ورحمة الله.